بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. بقية الأحاديث الواردة في كتاب الجهاد والكتاب الحادي عشر، الحديث 32، وهو 35 بعد 1000 من أول الكتاب. وعنه قال، عنه يعني عن أنس، وعنه قال: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. لأن الإنسان عند إيه قرب موته في لحظات كده ربنا بيكشف له إيه حاله مع الله، فعرفوا ان ربنا راضي عنهم وانه اكرمهم، فايه فقالوا: اللهم ابلغ عنا نبينا هذا. واتى رجل حراما خال انس من خلفه فطعنه برمح حتى انفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان اخوانكم قد قتلوا، وانهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. ربنا إيه بلغ النبي بالوحي ما قالوا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. زي في سورة ياسين إيه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. قال كده، فهنا قومه إيه ما عرفوش، فربنا دونها في القرآن حتى يعلمها كل قارئ، فاهم؟ لأن هو قالها وهم بيقتلوه وخلاص، ولا في بقى ميكروفون ولا في إذاعة ولا في حاجة عشان توصل لحد، لكن ربنا دون هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل الصالح إيه، وجعلها آية تتلى ليوم القيامة. كذلك هؤلاء الصحابة قتلوا غيلة في وسط الصحراء، قالوا: اللهم بلغ عنا نبيك، فأبلغ نبيه وقد بلغنا صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، اللي هو سيدنا أنس بن مالك بيتكلم هنا، عمه أنس بن النضر عن قتال بدر. عمه بقى أنس بن النضر ما خرجش في قتال بدر، لأن النبي في الأول ما كانش خارج يحارب، ده كان خارج يبتغي العير، ففي ناس قعدت. فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ،
الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. يبقى جالهم حال كشف، ربنا كشف لهم. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. وقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني. دي رؤية نبوية شريفة في المنام. بيقول: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل، لأن النبي هنا شاف في الحديث ده حديث طويل حوالي صفحتين. دي جاب لك الفقرة دي عشان خاصة بالشهداء. وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر. لأن حارثة قتل بإيه؟ بسهم، ما كانش عارفين مين رميه. فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة. هي جنة واحدة، دي جنان. جنان جمع إيه؟ جنة يعني، مش جنان يعني مناخلية. يبقى جنان هنا جمع جنة. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. كفاية كده، نقرا الشرح كويس. الحمد لله احنا هنخلص النهارده بدري عن امبارح كمان. ما تخافش، كل شيء هيتم بهدوء. المريض متبنج مش هيحس بحاجه. ها؟ وعنه قال: جاء ناس هم من اهل نجد، عليهم ابو براء ابن مالك والمعروف بملاعب الاسنه، مجرمين من اهل نجد كعاده اهل نجد في كثير من التاريخ. جم يمثلوا على النبي. النبي بذل جهدا كبيرا فحفظ 70 ايه القرآن كله، حفظهم علشان ايه؟ النبي وظيفته من ضمن وظائفه انه ايه؟ يحفظ القرآن للناس، للأمة، عشان ينقلوه. فبعدما حفظوه وكانوا من الناس الصالحين، بالنهار يجيبوا مية يحطوها لأهل الصفة ويروحوا يشتغلوا وايه؟ ويبيعوا الحطب بتاعهم ويجيبوا طعام لأهل الصفة، وطول الليل يتدرسوا القرآن ويصلوا بالقرآن. يعني حاجة يعني ايه؟ من الصحابة اللي هم النبي يفرح بيهم. فعايزين يحزنوا النبي، المجرمين دول بتوع أهل نجد على عادتهم، إلى يومنا هذا لا يوقروا الحبيب. فهمت؟ فجاء واحد منهم بيمثل: يا رسول الله، احنا عايزين نسلم، ابعت لنا ناس، واحنا عددنا كبير، ابعت لنا ناس كتير حافظين القرآن عشان يحفظونا القرآن. كان ربنا قادر على فكرة يوحي للنبي انها ايه؟ انها خديعة، لكن الله اراد لهم الشهادة، واراد يبين كمان لينا كلنا وحتى للنبي نفسه ان ربنا متولي حفظ القرآن بنفسه مش بالناس. فالمهم
وهم عاملين خطة ان هم لما ياخدوا دول ويخلوهم يبقوا في الصحراء يتلموا عليهم يقتلوهم كلهم، يبقى كده بيقضوا على القرآن من خلال القضاء على الحفظة، فاهم؟ دي طريقتهم المجرمين. فبالفعل ده اللي حصل، النبي بعت معهم 70 ايه اللي هم الخيرة ايه اهل القرآن من الصحابة، وراحوا هناك. لما وصلوا في وسط الايه الصحراء طلعوا عليهم قتلوهم كلهم ولم يبق منهم واحد. فالنبي حزن حزنا شديدا عليهم ودعا وقنت في الصلاة لمدة شهر يدعي على اللي قتلوهم. اللهم إن عصي عصت الرسول، اللهم عليك بعصي ورعل وذكوان، بقى يدعي عليهم صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. القراء يعني الحفاظ، باللغة بتاعتنا المعاصرة يعني الحفاظ. فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه. احنا قرينا الأحاديث، نقرا الشرح. فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمونا كذا في الأصول بنون واحدة هي نون الضمير، ما قالوش يعلموننا، يعني الرواية يعلمونا بنون واحدة، ففيه حذف نون الرفع، وتقدم أنها لغة معروفة. القرآن يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا ضمنا بعث معنا أرسلا، وهؤلاء هم أهل الصفة من الأنصار. صفة من الأنصار صفة 70، والأنصار علم إسلامي بالغلبة على أولاد الأوس والخزرج، سموا بذلك لأنهم نصروا الإسلام. ما تسموش نصارى، سموا الأنصار حتى يتميزوا. يقال لهم القراء جمع قارئ، فيهم خالي حرام. ألطف بيان لخالي وهو بمهملتين حرام، يعني مفتوحتين، ابن ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه. والجملة حال أو صفة من القراء، وتقديم الخبر الظرفي للاهتمام. يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، جملة مستأنفة سيقت لمدحهم، والباء فيه ظرفية، والظرف متعلق بالثاني وحذف من الأول اكتفاء بدلالته عليه أو بالعكس على الخلاف بين البصري والكوفي في باب الأعمال، في باب الإعمال. فاكرين احنا اتكلمنا على الإعمال ده أيام الزركشي؟ مش هقوله لك دلوقتي، انت عايز تخلص وتروح. طيب استعجل عليه مش عارف. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد لينتفع به المسلمون المحتاجون إليه شربا واستعمالا، ففي استعمال أنفسهم نهارا في خدمة الإسلام وأهله، وليلا في القيام بالتلاوة والمدارسة. ويحتطبون، أتى بصيغة الافتعال، فيه دون الماء لاحتياج تحصيل الحطب إلى مزاولة العمل، فعبر فيه بما يدل عليها ولا كذلك الماء لسهولة حصوله عادة، فيبيعونه ويشترون به الطعام. ال في للعهد الذهني، كهي في أدخل السوق، يبقى السوق يعني إيه المعهود في البيع والشراء يعني. وللجنس، كهي في قول تعالى لئن أكله الذئب، يعني جنس إيه واحد من جنس الذئب يعني، أي فردا من أفراد ما يصدق عليه الطعام. يشترون به الطعام يعني أي طعام، أي حاجة تؤكل سموه الطعام، لكن مش لعهد معين، طعام معين يعني. لأهل الصفة، هم فقراء لا أهل لهم ولا مأوى، وكانوا ينزلون بصفة جعلها صلى الله عليه وسلم في مؤخر مسجده. يعني كان في كثير من شباب الصحابة ما لهمش بيت يأويهم ولا أهل ولا مهنة يعملوها، ولا يعني أحد ينفق عليهم ولا أي دخل. فالنبي جمعهم وعمل لهم صفة كده، يعني إيه دروة كده زي سقف بجذوع النخل، وكانوا يباتوا فيه.
سموهم اهل الصفر، وكان النبي يتولى اطعامهم، وهم بعضهم كان بعضهم يروح يشتغل وايه ويطعم الناس. وكان عددهم من 70 ل 370، يعني اذا اجتمعوا كلهم يبقوا 370، لما يقلوا شويه يبقوا 70. وكان امرهم مين؟ ابو هريره امير اهل الصفه، اللي هي الوقت الصفه دي اللي هي الايه الدكه العاليه كده اللي خلف المقصوره الشريفه، اللي الناس بتقعد عليها، المكان المتمع، تروح المسجد النبوي الشريف ان شاء الله من غير تطعيم ان شاء الله، ومن غير حجر ومن غير حاجه. عايزين نرجع تاني نزور زي زمان براحتنا. شوف ارميه بره في الشارع، في كلاب بره هتاخد بقه، لا انت ترميه بره، في كلب هياخد بقه وبعد كده نستريح منه، هيفتكروا عظمه ولا حاجه. اقعد عليه اقعد عليه اهرسه. لأهل الصفة هم فقراء لا أهل لهم ولا مأوى. وللفقراء من عطف العام على الخاص للتعميم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليدعوهم إلى الإيمان ويعلموهم القرآن، فعرضوا لهم، أي فعرض لهم عدو الله عامر بن الطفيل، فقتل حامل الكتاب حرام بن ملحان، طعن في رأسه فناف الدم بكفه ثم نضحه على وجهه. لما طعنوا في راسه طلع ايه الدم على وجهه، امسك الدم كده ايه ونضحه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة. عارف انت لحظة ايه الموت ربنا بيكشف له، فراح ايه نطق الكلمة دي. واستصرخ عليهم بني عامر فابوا ان يجيبوه، وقالوا لا تغفروا ابا براء. بني عامر كانوا عاملين معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستصرخهم تعالوا اقتلوا معايا دول، مرضوش يجوا. وقد عقد لهم جوارا، فاستصرخ عليهم قبائل ايه تانيين بقى من عصية وسليم ورعل وذكوان برضو، فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم، فقتلوهم في معرك الحرب قبل أن يبلغوا المكان الذي أرادوا الوصول إليه، وهو منزل أبي براء ابن ملاعب الأسنة. فقالوا، يحتمل أنه عند إحاطة عدوهم بهم، وقد جاء ما يدل لذلك في كتب السير، فعند ابن سعد قال لما أحيط بهم قال اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك، فاقرئه منا السلام، فأخبره جبريل بذلك فقال وعليهم السلام، اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك لعظيم فضلك ورضيت عنا بإثابتك. ويحتمل أنهم قالوا ذلك وهم في حضرة الله سبحانه وتعالى بعد أن ماتوا، وظاهر كلامهم يعطيه. وعلى الأول فمعنى رضينا عنك أي رضينا بأقضيتك ورضيت عنا بالتوفيق للصالحات التي من أسناها الرضا بالقضاء. وأتى رجل، لم أقف على اسمه، حراما خال أنس من خلفه، وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه يعني من ورائي، فطعنه برمح في رأسه فحتى أنفذه، أي نفذ منه الرمح، فقال حرام أي بعد أن نضح الدم على رأسه ووجهه، فزت أي بالشهادة التي هي سبب السعادة ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا، أي قتلهم العدو، وإنهم قالوا اللهم أي يا الله بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، أي بالقتل في سبيلك، فرضينا عنك لما رأينا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورضيت عنا بطاعتنا بما من نتيجة الثواب الذي لا يحصى بحساب. قال المؤلف، قال العلماء، والرضا من الله تعالى إفادة الخير والإحسان والرحمة، فيكون من صفات الأفعال، وهو أيضا بمعنى إرادته فيكون من صفات الذات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم في أبواب الجهاد وعند البخاري بنحو. والحادثة دي موجودة في كتب السيرة تحت عنوان بئر معونة، لأنهم قتلوا في مكان اسمه بئر معونة.
وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر بإعجام الضاد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه عن قتال بدر، وكانت في يوم الجمعة 17 شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة. فقال أي بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة متأسفا على ما فاته من شهودها: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، أي فيه، ليكون رابطا للجملة بموصوفها ونظير سوق ما ذكر للتحسر قول أم مريم: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. اللام مؤذنة بالقسم المقدر المجاب بقول ليرين الله إلى آخره، واكتفى به عن جواب الشرط. والاسم الكريم فاعل لفعل شرط حذف لوجود مفسره المذكور بعد. وتقدم أنه لم يعين ما يأتي به، يعني لا يرن الله ما أصنع، حصنع إيه؟ ما قالش، فهمت؟ يعني إيه؟ عدم الذكر يدل على عظم ما يريد أن يفعله، بحيث أنه أعظم من أن يذكر، فهمت؟ إيه حكايتنا النهاردة؟ محسودين إحنا النهاردة. يا الله يا كريم. وعشان كده وتقدم أنه لم يعين ما يأتي به لئلا يصير ملتزما لأمر معين لا يدري لعله يعجز عنه فيقع في خلف الوعد، فأتى بكلام مجمل صادق بكل ما يبدو من اجتهاده في جهاده. فلما كان يوم أحد بضمتين، وكانت سنة 3 من الهجرة، وانكشف المسلمون، هو باعتبار ما وقع في أواخر الحال لما ترك الرماة الموقف الذي عينه لهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يفارقوه حتى يأتيهم الإذن، فخالفوا فوقع ما وقع. فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني بالمشار إليهم أصحابه اللي هم إيه، تراجعوا يعني، أي المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وما صنع الأولون هو مفارقة ما أنزلوا فيه، وما صنعه الكفار هو مقاتلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقدم أي إلى العدو، فاستقبله سعد بن معاذ. الصحابة كلهم إيه، راجعين من هجمة إيه، من الهجمة المباغتة، وده إيه ماشي داخل على إيه، على الكفار. قبله سعد بن معاذ، أنت رايح فين؟ رايح فين يا حرام؟ رايح فين يا أنس؟ تعال هنا. قال له: سيبني، أنا شايف شايف الجنة ورا أحد، سيبني. يعني ربنا كشف لهم، فهمت؟ فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، بضم الدال ويجوز فتحها، يا سعد، يا سعد، تنفع الاثنين يعني، لكونه وصف بقوله ابن معاذ المنصوب لا غير، الجنة ورب النضر. رب النضر، النضر اللي هو أبوه، الجنة ورب النضر. الجملة القسمية معترضة بين المبتدأ وجملة الخبر التي هي: إني أجد ريحها من دون أحد، ولا مانع من إبقاء الكلام على حقيقته في إنشاقه عرفها، عرفها يعني رائحتها، ليبعثه على الجهاد فيكتسب عرفها. ويحتمل أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد، فصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه، والمعنى إني لا أعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع، فأنا مشتاق لها. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع، أي ما قدرت أن أفعل في الجهاد مثل فعله من الإقدام على العدو وطرح النفس في نحر الكفار والخروج عنها لله تعالى وفيه الشهادة بحسن العمل عند الأكابر والأشراف. قال أنس أي ابن مالك: فوجدنا به بضعا، بضعا بكسر الموحدة، وبعض العرب يفتح يقول لك بضعا وبسكون الضاد المعجمة وبالمهملة،
تستعمل في مهملة اللي هي العين، يعني مهملة يعني ليست منقوطة، لأن التانية يقول لك إيه معجمة تبقى غين. ها؟ وبالمهملة تستعمل في الثلاثة والتسعة وما بينه. أما نقول بضعة وكذا يعني معناها من ثلاثة لتسعة. ويستوي فيه المذكر والمؤنث. وقال في المصباح: البضع أيضا يستعمل في 13 إلى 19، لكن تثبت الهاء في بضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث ولا يستعمل فيما زاد على 20. وأجازه بعض المشايخ فقال: 24 رجلا وبضع 20 امرأة، لأن التمييز هنا مذكر تقوم تأنث بضعة، لما يبقى التمييز مؤنث تقوم تذكر ايه بضعة، فاهم؟ تيجي عكسها. وهكذا قاله أبو زيد. وقالوا على هذا معنى البضع والبضعة هو في العدد قطعة مبهمة غير محدودة، انتهى. قلت: وحديث الباب شاهد لإطلاق على ما فوق 20، والله تعالى أعلم. 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وتعريف السيف دون المذكورين منه تفنن في التعبير أو فيه للتقسيم. ووجدناه قد قتل بالبناء للمجهول لعدم العلم بالفعل، وقد مثل به المشركون. قال في المصباح: مثلت بالقتيل مثلا من بابي قتل وضرب إذا جدعته. جدعته يعني يقطعوا ودانه بعد ما يموت، يقطعوا ودانه، يقطعوا أنفه، يقطعوا أطرافه. إذا جدعته وظهر أثار فعلك عليه تنكيلا. والتشديد مبالغة، فما عرفه أحد إلا أخته، وهي الربيع بضم الراء وفتح الموهدة وتشديد التحتية آخره مهملة، السابق ذكرها في قصة كسر سن المرأة وطلبهم القصاص الحديث. ببنانه، البنان الأصابع، وقيل أطرافها الواحدة بنانة، قيل سميت بنانة لأن بها صلاح الأحوال التي استقر بها الإنسان، لأنه يقال أبن بالمكان إذا استقر به. قاله في المصباح. يعني يبدو أن كان إيه أطراف صوابعه كان فيها علامة التصاق أو صباع زيادة أو حاجة علامة كده، فعرفت أن ده أخوه. قال أنس ابن مالك: كنا نرى بضم النون أو نظن، شك الراوي في أي اللفظين وقع من أنس، أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه جمع شبه بكسر فسكون كحمل وأحمال، أو شبيه كشريف وأشراف، أو شبه بفتحتين كجمل وأجمال، معناها المشابه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والجملة عطف بيان على الآية، متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة، وتقدم في شرح ثمة فوائد غير ما ذكر هنا، وفيه دليل على جواز استقتال الرجل لنفسه في طلب الشهادة. اختلفوا الايه العلماء، هل يجوز انك انت تدخل في القتال في حتة عارف انك انت مش هترجع، فهمت ازاي، ولا كده الافضل الا تلقي نفسك للتهلكة. سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عمر بن الخطاب كان رأيه ان ده القاء في التهلكة، وكثير من الصحابة فعلوها، واخد بالك، وكانوا منهم سيدنا خالد وسيدنا الزبير بن العوام ومنها ابن حرام وغيرهم كتير، كانوا يخشوا كده اهو يقسموا الجيش. سبحان الله، سيدنا خالد كان يخش يقسم الجيش نصين لحد ما يطلع ويخلصه ويرجع تاني. وسيدنا الزبير بن العوام نفس الحكاية، كان مشهورين بالحكاية دي، يروح داخل كده لوحده قاسم الجيش يخليه فرقتين اللي قدامه وتنه راجع، آخر الواحد منهم كان بجيش، فاهم؟ فالمسألة دي اختلف فيها الصحابة، هل يجوز فعلها تبقى راجل صعقة انتحاري يعني، ولا الأحسن تبقى كل حاجة بخطة وبتاع علشان تبقى مرتب نجاتك بعد كده. الراجح ان هي يجوز، الراجح ان هي يجوز، لأن أغلب الصحابة فعلوها.
لكن بعض الصحابة قال لك لا، ده إلقاء، لا تلقوا إيديكم ولا التهلكة، فهمها كده، فهمت؟ الحكاية دي سموها إيه؟ ما كانش يسموها انتحار، أو إحنا زماننا إحنا نقول عليه انتحاري، مش كده برضه؟ لا، كانوا يقولوا يسموها استقتال. شفت اللفظ بتاعهم؟ لأن كلمة انتحار كلمة مذمومة. فيروحوا يجيبوها بكلمة تانية، يقول لك استقتال، فهمت؟ وفي دليل على جواز استقتال الرجل، خدت بالك من كلمة استقتال؟ تكتب فوقيها كده، في العصر الحديث نستعملها انتحاري. في العصر الحديث، لكن ايه؟ لفظنا احنا أسوأ من لفظ الصحابة، لأن الانتحار مذموم. وفي دليل على جواز استقتال الرجل نفسه في طلب الشهادة، وإن علم أنه يقتل، وقد فعله كثير من الصحابة والسلف وغيرهم، وروي عن عمر وأبي هريرة، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، كل دول قالوا يجوز. محمد بن الحسن تلميذ أبو حنيفة، والإمام مالك صاحب المذهب المشهور، وأيضا روي عن عمر وأبي هريرة، غير أن العلماء كرهوا ذلك. سيدنا عمر روي عنه الاثنين، مرة قال يجوز، ومرة قال كده إيه، بتلقي نفسك بالتهلك. سيدنا عمر له رأيين في المسألة، فيبدو أن رأي سيدنا عمر إن هي المسألة على حسب كل موقف، على حسب كل موقف ترجحه بقى، فهمت؟ عن عمر ولا عمرو؟ عن هي احسن كده، لان انا اللي اعرفه ان سيدنا عمر ايه كان يكره الاستقتال، لكن إيه انا عندي عمر، فانا ده اللي خلاني قلت يمكن سيدنا عمر له رايا. وروي عن عمرو، يبقى عمرو احسن. حط واو، الواو الفارقه بين عمر وعمرو تحط واو. عمرو بن العاص يعني يقصد، ربما. غير أن العلماء كرهوا ذلك لرأس الكتيبة. بعض العلماء قال لك لا، القائد ما يعملش كده، لأن القائد موته بيهز الجيش كله، لكن أحد الجنود يعمل كده ما يجراش حاجة، لأنه إن هلك هلك جيشه. وقد روي عن عمر كراهته الاستقتال، أو حتة إيه، أو جبهة، وقال لا، لأن أموت على فراشي أحب إلي من أن أقتل بين يدي صف، يعني يستقتل. ورأى بعضهم أنه من الإلقاء باليد إلى التهلكة المنهي عنه. قال القرطبي وفيه بعد، لأن عملا يقضي بصاحبه للشهادة ليس بتهلكة، بل التهلكة الإعراض عنه وترك الرغبة فيه انتهى. أصل العجيب إن كلمة ولا تلقوا بإيديكم للتهلكة دي نزلت في الكف عن القتال، مش في القتال. هات السياق، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بإيديكم للتهلكة، يعني بعدم النفق، فهمت بقى؟ فسياق الآية لا يدل على أنها تستعمل في موضوع الاستقتال، فهمت بقى إزاي من حيث السياق يعني؟ بل التهلكة هو إنك أنت تحرص على الحياة، على الحياة الدنيا، وتترك الحياة الآخرة، هي دي التهلكة الحقيقية، فهمت؟ لأنه هو انتقل من حياة ضيقة إلى حياة أرحب، يبقى هو ما ماتش، ده هو حي، بس أنت اللي شايفه مات، أنت اللي شايفه كده، لكن هو مش كده، هو حاجة تانية، فهمت؟ وعن سمرة بفتح المهملة، عشان كده احنا نحب الحياة مش بنحب الدنيا، في فرق بين حب الحياة وحب الدنيا. المؤمن يحب الحياة، والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، ولا الدار الآخرة اللي هي الحيوان، فهمت بقى ازاي؟ لكن الدنيا الحياة فيها حياة دنية، علشان كده هو بيحب الحياة، ده هو بينتقل للحياة، هو مش بيموت، ده بيموت، ده انت اللي ميت، ده انت حياتك في الدنيا دي هي موت بالنسبة له، فهم؟ وعن سمرة بفتح المهملة وضم الميم، وهو ابن جندب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة في المنام بالنصب ظرف زمان رجلين، أي على صورتهما لما تبين بعد أنهما جبريل وميكائيل، أتياني فصعدا، من باب علم بي، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، حذف المفضل، حذف المفضل عليه ماء الى تفخيم الدار وشرفها، لم ارى اي ابصر قط بالبناء على الضم ظرف لما مضى من الزمان احسن منها. وقول قال اما هذه الدار فدار الشهداء، هو غير متصل بما معه في سياق الحديث.
بل بينهما فواصل ستراها إن شاء الله تعالى. وهذا الذي صنعه المصنف هو على رأي من يجوز تقطيع الحديث، لأنه جاب لك جزء من حديث طويل، لأن بعض العلماء يجيز تقطيع الحديث والاقتصار على بعضه إذا لم يكن للمذكور بالمتروك ارتباط من نحو كونه مستثنى أو غاية. رواه البخاري في أبواب الجنائز، وهو أي المذكور هنا بعض بالتنوين من حديث طويل فيه أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بصيغة التصغير مع تشديد الياء بنت البراء بفتح الموحدة وتخفيف الراء وبالمد، وهي أم حارثة بالمهملة والمثلثة آخره، ابن سراقة ابن الحارث ابن عدي بن بني عدي بن النجار، ذكره ابن إسحاق، وتكنية أم حارثة بأم الربيع وجعلها بنت البراء وهم من البخاري. نبه عليه غير واحد آخرهم الدمياطي، فقال إنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر وعمة أخيه البراء. قلت وجاء كذلك في رواية الترمذي وابن خزيمة، فكأنه كان في الحديث عمة البراء، فحرفه بعض الرواة وزاد لفظة أم البراء. أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله، ألا بتخفيف اللام أداة عرض، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر بسهم أصابه ولم يعرف راميه، ولذا قال في حديث في البخاري أصابه بسهم غرب، بسهم غرب بتنوين سهم وفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبموحدة كذا في الرواية، أي لا يعرف رمي. يبقى سهم غرب يعني إيه؟ سهم لا يعرف رمي، أو لا يعرف من أي جهة جاءت جاء، ومثل سهم عرض، فإن عرف رمي فليس بغرب ولا عرض. وقيل قتله حبان ابن عريقة بفتح العين المهملة وكسر الراء وبالقاف، رماه بسهم فأصاب نحره فقتله، وعليه فلا يقال في السهم الذي أصابه غرب ولا عرض، قاله العيني. وقال ابن قتيبة العامة تقوله بالتنوين والإسكان غرب يعني، والأجود بالإضافة وفتح الراء. وقال أبو زيدان جاء من حديث لا يعرف راميه فهو بالتنوين والإسكان، وإن عرف لكن أصاب من لم يقصده فهو بالإضافة والفتح. وقال الأزري وبالفتح لا غير، وحكى جماعة من اللغويين الوجهين مطلقا، وحذف المصنف هذه الجملة لعدم تعلق غرضي بها. وكان حارثة قد خرج نظارا كما رواه أحمد. نظارا يعني إيه؟ يعني يشوف أخبار العدو وينظر عليه، مش خارج للقتال أساسا. زاد النسائي ما خرج لقتال، فإن كان في الجنة صبرت أي يسليني عنه علمي بشرف مصيره، وإن كان غير ذلك أي وإن كان في النار إذ ليس ثمة سوى المنزلتين اجتهدت عليه في البكاء. قال الخطابي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فيؤخذ منه الجواز، وأجيب بأنه كان قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه، فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد، وهذه عقب غزوة بدر. وفي رواية للبخاري في الرقاق فإن كان في الجنة لم أبكي عليه. فقال يا أم حارثة إنها، الضمير للقصة، إنها جنان بكسر فنونين بينهما ألف، أي جنات كثيرة، كما جاء كذلك في رواية البخاري المذكورة في الرقاق في الجنة، إنها جنان في الجنة صفة لما قبلها، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الفردوس البستان الذي يجمع كل شيء، وقيل الذي فيه العنب، وقيل هو بالرومية، وقيل بالقبطية، وقيل بالسريانية، وبه جزم الزجاج، والمراد به أنه محل مخصوص من الجنة. نتكلم على الفردوس، هل الفردوس دي كلمة يعني كلمة عربية أصليا؟
ولا دي كلمة دخلت ايه في اللغة العربية استعملوها واصلها سورياني ولا رومي ولا قبطي، اختلفوا فيه. بالانجليزي دلوقتي يقولوا عليها بارادايز، ها للفردوس برضه. قال صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانها اوسط الجنه واعلى الجنه، واراه قال فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه، رواه البخاري. ومعنى اوسط الجنه خيارها وافضلها واوسعها، فلا يشكل بكونها اعلاها، رواه البخاري ورواه الترمذي وابن خزيمه. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وابتداء كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.